جمعنا الحمد لله ثلاثة ديال الكمائن كبار كاملين بالخيام، ومازال الحمد لله رانا حتى اليوم لحد الآن مازال نجمعوا المساهمات الخيام، رانا عندنا بريك مازال جوج إن شاء الله، جوج ديال الكمائن كبار اللي غندوهم مازال إن شاء الله لمراكش والتارودانت والمناطق اللي غادي تكلف بها السلطات المحليه. وهي المنطقه اللي معروفه يعني سواء في كيف قلت المناطق الجنوبيه معروفه بخياطه الخيام، وهي يعني اكبر نسبه من الناس اللي خيطوا الخيام هم متواجده بهذه المناطق. بطبيعه الحال استاذه اننا الناس هون ديال الصحراء عندنا كما اشرتي خياطه الشعر، انه الناس يخيطوا بيديهم، والحمد لله اننا اي واحد عنده كما قلت اشرت عنده الخيمه اللي يصاوبها بيده ويخليها في داره راهو ساهم بها وعطاها في سبيل التطوع من اجل اخوانه اللي كاين في المناطق المتضرره. هذا راهو يفرح ويفرحنا احنا كاملين وشرفنا للصحراء اننا ذاك الشيء اللي نملكو احنا نعطوه لخوتنا المتضررين وما نبغوهم يمسهم شيء. حاجه لمستهم هما مستنا احنا هون الاقاليم الجنوبيه، ما نبغوا نشوفوهم ولو في ذره شر، نبغوا دائما نكونوا معاهم ومتعاونين معاهم ومتلاحمين معاهم. وكما شفتوا الساده انا في الفيديوهات اللي تنشروا اننا درنا حمله كبيره، الحمله انطلقت من مدينه العيون وما هي من العيون وحده، جاونا ثانيين كمين من بوجدور وجاونا كمين من طرفايه وجاونا كمين من السماره، يعني جهه العيون الشرقيه الحمراء كامله مشكوره جزيل الشكر على تعاونها وتلاحمها باش نظمنا ديك المسيره كامله اللي خرجت من مساحه المشوار.